مصر رقم واحد في كمية إنتاج التمور، لكن الحقيقة كانت التمور اللي عندنا كلها أنواع محلية، هي فيها أنواع جيدة جدا لكن مش كلها كانت قابلة لأن هي يتم تصديرها وتداولها بصورة جيدة. من هنا جاء توجيه من السيد الرئيس بزراعة 2.5 مليون نخلة، جزء منهم في توشكا وجزء منهم في محافظة الوادي الجديد. والحقيقة أنا مؤخرا يمكن كنت في زيارة لمحافظة الوادي الجديد وعلمت أن السيد الرئيس وجه لأن 2.5 مليون نخلة دول يبقوا 5 مليون نخلة. الحقيقة الأنواع الجديدة اللي بيتم زراعتها هي أنواع البرحي والمجدول وبعض الأنواع. ده المجدول المصري ده رائع، بالفعل وسعره بالمقارنة بالمجدول الأردني أفضل مثلا كتير جدا، أحلى بكتير، طعمه أحلى وسعره ما فيش وجه مقارنة. بالظبط. اللي عايز أقول لحضرتك عليه إن إحنا كمان يمكن المجدول المشكلة مش في زراعته، المشكلة في معاملات ما بعد الحصاد، لأنه يعني ثمرة بتحتاج رعاية خاصة. وبالتالي بدأت النهاردة يعني بعض المؤسسات الوطنية زي جمعية هي دي اللي هي الجمعية اللي فيها كل مصدرين مصر، بدأت النهاردة عن طريق مجلس محصول البلح تقدم توصيات للمزارعين وتقدم خدمات بحيث ان هم يقدروا يزرعوا الانواع البلح اللي تكون قابله للتصدير وفي نفس الوقت يتم استهلاكها في السوق المحلي. والمجدول اللي الناس بتحبه جدا. بالظبط. بالاضافه لان بدانا نعمل مصانع وخاصه في محافظات الوادي الجديد ومحافظه مطروح، لان سيوه برضو مشهوره بزراعه اصناف البلح وعندنا النوع السيوي ده برضو من الانواع الجيده جدا. فبدأت النهارده نقيم صناعات يعني لتعبئه البلح وان احنا نعمل له باكنج جيد، بالاضافه لانه يكون مطابق برضو للمواصفات الصحيه ويكون مطابق للشروط اللي نقدر من خلالها نصدر ونزيد صادراتنا من محصول التمور. ويمكن اللي انا بتوقعه ان احنا خلال يعني 3 سنين حد اقصى نبدا، يعني احنا يمكن رقم 8 في التصدير بالنسبه للتمور على مستوى العالم. انا بتوقع ان احنا خلال 3 سنين ممكن نوصل للمرحله المستوى الثاني او الثالث وننافس على المستوى الاول في القريب ان شاء الله. ان شاء الله.